أنا أراقب ملامحي كل صباح وقد تغيرت بسببك. أحزن عندما أرى أثارك على وجهي. لقد اكتفيت، لن أستمر. ألا أستطيع أن أمضي قدما بدونك؟ وكثيرا ما أحرجتني في أوقات الفرح. لقد خذلتيني أثناء عملي، حتى وقت الاسترخاء أطفأت متعة وفرحة العمر عملت على إفسادها. يكفي هذا، أما آن الأوان على التغيير؟ مع مستشفيات ومراكز مغربي لن تشتاق إلى نظارتك بعد الآن. مستشفيات ومراكز مغربي أكثر من 60 عاماً في خدمتكم لتنبض حواسكم بالحياة.